ولذلك من أبواب صلاح القلب حمايته من الشبهات، هذا من أبواب صلاح القلب أن يحمي الإنسان نفسه من الشبهات. واعتبر هذا في حالنا، نحن نمسي صباح مساء على الشبهات. كثير من الناس الآن يمر قلبه صباحا ومساء على الشبهات، تجده يتناول مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يحكي كذا، وهذا يكتب كذا، وهذا يقول كذا، هذه كلها شبهات. كثير منها هذه الأشياء التي تكتب للأسف كثير منها شبهات تبث بين الناس، هذا يبث شبهة في توحيد الله، هذا يبث شبهة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبث شبهة في الصحابة رضي الله عنهم، هذا يبث شبهة في لزوم جماعة المسلمين، هذا يبث شبهة في طاعة ولي الأمر، هذا يبث شبهة في الألفة والمحبة بين المؤمنين. كيف تكون قلوبنا؟ الآن الواحد نفسيته في الدقيقة عدة أنواع، مرة يشوف ايش يسمونها هذه، تجي تغريدة ولا رسالة ويفرح يضحك، وثانية يحزن، وثالثة يتفكر، ورابعة يتعود، وخامسة ينفعل، وسادسة ينام. يعني صحيح ترى الآن الأوضاع النفسية للناس الله يعينهم، لذلك طالب العلم ما منفعة العلم؟ العلم يقيمك على الحق في نفسك وفي دينك، العلم يحميك. ولذلك البخاري بوب باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، تفر بدينك، مو تعرض قلبك على الفتن والشبهات. لذلك كان السلف يكرهون التعرض للشبهات لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، القلب ضعيف والشبه خطافة، تخطف الإنسان، تخطف قلبك، لا يغتر الإنسان بنفسه، يقول أنا الحمد لله مسلم، أنا مؤمن، ما يمكن أدخل عليه شبهة، يغتر يقعد يقلب، هذا تدخل عليك الشبهة. من الناس من ضل بكلمة، من الناس من ضل بشيء قرأه، ضل يخرج من الإسلام، بعض الناس خرج من الإسلام بمثل هذا. فالإنسان إذا أورد على نفسه الشبهات من الأقوال أو من الأفعال أورد نفسه على الهلاك. ولذلك اللي كان يذكره جماعة ممن تقدم عليكم بدين العجائز ما أحرانا به الآن، اللي ما يعرف إن هذه الأشياء، لأن هذا أطهر لقلبك وأنقى لقلبك وأشرح لصدرك وأقوم لنفسك وأتقى لربك وآنس، تجد الإنسان اللذة. أما الإنسان وهو نايم يشوف وش صار في العالم كله ويرجع مرة ثانية، وهذا ايش يحصل له في حياته. ذلك الإنسان يا أخوان الذي عرفه الله دينه يحمد الله على من في هذا الدين من أسباب الانشراح. حنا الواحد إذا أتى هذا المسجد ترى نعمة من الله أن جعل لنا مكان للعبادة ندخل خمس مرات، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى خمس مرات في هذه المساجد تصلي لله، نعمة عظيمة ينشرح فيها صدرك ويقوى قلبك وتنسى شيئا كثيرا مما يكدر صف حياتك، تقبل على الله، هذه نعمة، اعرف هذه النعمة وعظيم أثرها، لا تحرم نفسك منها، لا تحرم نفسك من هذه النعمة، تأتي للصلاة في آخر ركعة وتأتي مستعجل وتقضي الصلاة وتمشي، كلما بقيت في المسجد أكثر كلما كان هذا أعظم لك. هذا لو كان الزمن زمنا طاهرا خاليا مما يفسد أحوالنا، فكيف وهذه الأمور التي تطيف بنا حولنا. الإنسان يحفظ نفسه من الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني جرته إلى الحرام، إذا جرته إلى الحرام فمنتهاه الله أعلم به، إن لم يمن عليه الله عز وجل بتوبة ماذا تنتهي به الله أعلم. الذي يقرأ قصص عظيمة حدثت في من قبلنا مما يذكر في الكتب أو أشياء تسمعها في زمانك يعرف شؤم المعصية وأنها تؤول بالإنسان إلى أمر عظيم. قد ذكر ابن الجوزي قصة رجل شهير كان قد أدمن الخمر حتى جاء مرة وهو سكران إلى بيته فعاتبته أمه وكانت تسجر التنور، فأخذ بأمه فألقاها في التنور. فهذا الخمر أدت به إلى هذا، ثم تاب بعد ذلك، لكن كانت توبته توبة ندامة عظيمة، وذكر قصة رحمه الله تعالى. الإنسان يخاف على نفسه، وبعض الناس قد تخرج به إلى الكفر، تخرج به هذه الكفر
إنسان كان يقرأ عندنا في هذه البلاد قديما كان يقرأ كتب الروايات الشيوعية وعلق قلبه بالشيوعية وانتحى المذهب الشيوعية وصار دائم يطرح أفكار الشيوعية، فلما جاء مرض الموت جاء بعض أقاربه وأراد أن يذكره التتوب إلى الله وأعطاه القرآن وقال اقرأ القرآن لعل الله يهديك إلى ما فيه خيرك وتجابر ربك، فقال المحروم المخذول قال له أنا كافر بما في هذا الكتاب، هذا مولود في هذا البلاد ومات على هذه الحال. فالإنسان يحفظ قلبه، لا يقول أنا قلبي قوي وأنا قلبي كذا، لا، احفظ نفسك من الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخلل وأن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين. ونستكمل بقية الدرس بعد الصلاة بإذن الله تعالى.